لما نيجي نتكلم على البطء او على انك بتمشي، يقول لك يا عم انت عامل زي السلحفة، انت مالك بطيء كده؟ فبيجي في بالنا على طول السلاحف. طيب السلاحف، ايه هي السلاحف؟ طبعا هي حيوانات من الزواحف برمائية بتعيش في المية، وعند عملية التكاثر بتصعد على الشواطئ لوضع البيض، وهي من ذوات الدم البارد. يعني ايه من ذوات الدم البارد؟ يعني بتتأثر بدرجات الحرارة، لذلك طبعا هي بتكون في فترة الشتاء أو في فترات البرودة بتبتدي تلجأ للبيت الشتوي، وبحيث إنها بتتكيف مع البيئة الموجودة فيها. طيب هي بتكون منتشرة في كل البيئات، سواء البيئة الاستوائية أو شبه الاستوائية والمعتدلة، ولكن بيقل تواجدها في القطب، وخاصة القطب الجنوبي بيكون تواجدها نادر جدا، وانقرضت من القطب الجنوبي، ونظرا طبعا اللي بيتغذى عليها الدببة والكائنات المفترسة الموجودة، وهي أصلا من الأنواع المهددة بالانقراض في العالم كله. السلاحف طبعا في منها السلاحف البرية والسلاحف البحرية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، واللي زي ما شايفين الصورة قدامنا ازاي ان هي بتسبح بشكل انسيابي وبتعوم على مسافات كبيرة. السلاحف في منها 5 أنواع موجودة في البحر الأحمر، وبيكون موجود 7 أنواع على مستوى العالم. في طبعا من ضمنهم السلحفاة جديدة الظهر، وسلحفاة ضخمة الرأس أو ذات الرأس الكبير، وسلحفاة اللي هي الرمل الزيتونية بيكون لونها زيتوني، والسلحفاة الخضراء ومنقار الصقر بيكون الفم بتاعها شكل لمنقار زي منقار الصقر بالظبط. طبعا السلاحف الغذاء بتاعها بيختلف على حسب النوع، في منها الأنواع اللي بتتغذى على الأعشاب البحرية زي السلحفاة الخضراء، وفي اللي بيتغذى على الأسماك الصغيرة وعلى القواقع وعلى الكراب واللي هو الكريستيشيا وغيرها من الأنواع القشريات، وزي منقار الصقر. في طبعا ضخمة الرأس بتتغذى على الأسماك الصغيرة وعلى قناديل البحر والإسفنج والكراستيشيا، وبيكون في زي كده، وفي تنوع في الغذاء في السلاحف، وزي ما شايفين قدامنا ازاي ان هي كانت بتاكل في الأعشاب، وبتتغذى على أيضا في أنواع منها بتتغذى على الشعاب المرجانية وعلى الطحالب والأعشاب البحرية الموجودة، وبتكون منتشرة طبعا زي ما قلنا في البيئات المختلفة، وإن هي بتهاجر من مكان لمكان. فحد يجي يقول لك السلاحف اللي هي بطيئة، اللي هي ازاي بتهاجر؟ هي بتهاجر، ممكن تقطع مسافة 10,000 كيلومتر او اكتر، تصل ل 20,000 كيلومتر. في انواع من السلاحف بتهاجر من اليابان للمكسيك لعملية وضع البيض والبحث عن الغذاء. وطبعا لما بيكون في البيئة زي ما بقول هي بتتكيف مع البيئات الدافئة، فبالتالي بتهاجر من مكان إلى آخر. في بعض الأنواع زي جلدية الزهر بتتواجد في بعض الأماكن الباردة زي ألاسكا وتشيك، وطبعا دي لأنها من اللي بتقاوم درجات الحرارة، يعني بتتحمل درجات البرودة، فبالتالي ممكن توجد في الأماكن
الايه البارده. عمليه التزاوج طبعا بتتم عمليه التزاوج بدون مشاكل ما بين الذكور، وهنا الاناث بتختار الذكور، ممكن الانثى تلقح باكثر من ذكر، وبيكون طبعا في الوقت يعني شهر 4 لشهر 10 اكتوبر، يعني من ابريل لاكتوبر بتتم فتره التزاوج، وبيكون هنا بتضع عمليه البيض، تقوم الاناث بحفر الاعشاش وعمل الايه الوضع البيض، ممكن الانثى بتحفر اكتر من عشر. طبعا عمليه حفر الاعشاش بتكون مرهقه لانها بتحفر في الرمل وبتضع في العش الواحد ما يتراوح من 20 ل 100 بيضه، وطبعا ممكن تضع باكتر من عش، وبتردم عليه الرمل وبتسيبه للفقس. طبعا بتتراوح عمليه الفقس البيض من 45 ل 75 يوم. وبعد عمليه الفقس طبعا بيكون السلحفه بيكون فيها زي سن كده، بتبتدي طبعا تنقر البيضه وتخرج منها، السن ده بيتلاشى بعد عمليه الفقس سبحان الله، وتبتدي تخرج وتقعد 60 يوم لغايه ما تبتدي تتحرك للميه، والبحث طبعا عن الغذاء وان هي تبتدي تشق طريقها وهي في الميه. طبعا السلاحف بتتنفس بالرئتين، ولكن بتتحمل، بتختلف عن السلاحف البريه ان هي بتختلف ان هي بتتحمل طبعا انها تقعد فترات طويله في الميه، وان هي طبعا الرقبه بتاعتها ما بتدخلش جوه الصدفه، وان ملهاش رجلين وليها زعانف بتتحرك بيها، بتكون زي المجداف وبتتحرك بيها في الميه. وزي ما شايفين طبعا قدامنا الانواع المختلفه للسلاحف والبيئات اللي بتكون موجوده فيها، وفي بعض الطحالب ممكن تنمو على الصدفه بتاعتها، وان هي ازاي بتتحرك. وطبعا في الفترات الاخيره ابتدت تتاثر بالتلوث، وبتتاثر بعمليات الصيد العرضيه او الصيد المقصود، لان في طبعا ناس بتصيد السلاحف وتتغذى عليها وبيع الصدف، وطبعا الاكياس اللي هو التلوث، اكياس البلاستيك اللي انتشرت بشكل كبير، لان السلاحف زي ما عارفين بتتغذى على جنادير البحر، وبالتالي بتعتبرها زي جنادير البحر فتاكلها، فتؤدي الى الوفاه. واختلاف درجات الحراره وزياده درجات الحراره اللي طبعا بتؤدي الى ايه انتشار الاناث وزياده عدد الاناث على الذكور، وبالتالي طبعا ده بيأثر في اعداد السلاحف وانقراضها، غير طبعا الصيد الجائر، وغير طبعا الايه تدمير البيئات او الغذاء بتاع السلاحف، وبالتالي دي كلها حاجات بتاثر على اعداد السلاحف، لان طبعا السلاحف مهمه جدا في التنوع البيولوجي والسلسله الغذائيه، وغير ان هي طبعا بتعتبر مصدر اقتصادي في سواء البحر الاحمر وغيرها من البلاد العالمية، لأن في زوار كتير بينزلوا يعملوا دايفنج مع السلاحف، وطبعا بتؤثر في الاقتصاد العالمي. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة، ولو عجبتكم الحلقة سبسكرايب ولايك للقناة، وننتظر أي أسئلة، وإلى اللقاء بإذن الله.